يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تزيين المسجد بكتابة لفظ الجلالة الله وبجوارها لفظ محمد، حيث وجدت في مسجد فنصحت إمام المسجد ولم يزلها، فهل يجوز هذا العمل؟ لا يجوز هذا. أولا أنه كتابة في المسجد وإشغال المصلين بالقراءة، قراءة الكتابة، وثانيا أن هذا في غلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث جعل اسمه معادلا لاسم الله في الجدار، فهذا يمنع من وجهين، أنه عبث في المسجد، وأنه أيضا فيه غلو بالرسول بجعله محاذيا للفظ الجلالة مساويا له. لو قيل الله جل جلاله محمد رسول الله يكون الأمر أخف، لكن الله بس كذا ومحمد كذا، لا هذا ما يصلح، لابد يكون جملة. نعم.